أنا تحدثت في بداية اللقاء وقلت أنه نعم هكذا تحالف كان وصف بالتيار البغيض من قبل القيادات السياسية الشيعية، وأنه بهذا التحالف أفضل عبادي إلى أن ألغى مفهوم الذي دعاه في أنه سيشكل قائمة عابرة طائفية، وأنه سيسعى إلى وجود حالة وطنية وكفاءات علمية. نحن نعلم أن هكذا التحالفات عندما ترتبط بميليشيات ليست فقط لديها القدرة على حمل السلاح أو أنها شاركت في كثير من العمليات العسكرية، نحن نقول أن هذه الميليشيات هي من ساهمت وتساهم في أن تكون لديها علاقة واضحة ودقيقة مع الأجهزة الاستخبارية والأمنية الإيرانية، بالتالي هي يشرف عليها القائد العسكري قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. فإذا هذه المنطلقات تتنافى مع موضوع الانتخابات وموضوع وجود عناصر مسلحة، وإن هم ادعوا أنهم تركوا العمل العسكري واتجهوا إلى العمل السياسي النخبوي، ولكن مع ذلك عندما يتحدث رئيس الوزراء عن هكذا قائمة يريد بها أن يكون جزءا من تحقيق تحالف سياسي، إنما يغالط جميع الحقائق التي تحدث بها. بالتالي نعلم أن هناك في هذا في التحالف أو في تشكيل الفتح المبين هناك ميليشيات لا تدين ولا تقبل بأن ترتبط بقيادات عسكرية أو قيادات سياسية أو مراجع دينية حتى في العراق، وإنما هي ترتبط وكما تقول قياداتها ومسؤولية حتى أنه ترتبط بالمرشد الأعلى والمقصود به علي خامنئي في إيران.